أكرر شكري وتقديري وفرحي بهذا الجمع الكريم الذي فيه من كل العراق، من كل عشائر العراق، من كل قوميات العراق، يلتقون في هذا المضيف العامر إن شاء الله بأهله وبمن قام بهذه الدعوة الكريمة. أقول لكم انتصرنا كعراقيين وأرجعنا العراق الذي تمزق. لم يكن العراق في أواخر أيام النظام السابق ولا في بدايات النظام الجديد إلا حروب ومواجهات وتخريب وأسلحة وقتل واختطاف، ولكن هذه جميعاً سيطرنا عليها، حتى قال الخبراء والعسكريون الاستراتيجيون: كيف استطعتم؟ هذا سؤال واجهوني به أكثر من مرة، كيف استطعتم لملمة العراق بعد الذي حصل فيه؟ وأنا دائماً أقول: العراقيون علمونا أنه كلما أضيم العراق، كلما تعرض العراق إلى مخاطر التخريب والتمزيق والفتنة، التف الناس بعضهم على البعض الآخر وتصدوا بجبهة واحدة متراصة. أنا أتذكر يوم بدأت داعش في حركتها التي انطلقت بها بدعم إقليمي ودولي، قلنا إديالة في وقتها، قلت إديالة مهمة لأنها ستكون محطة لهؤلاء الغربان للانطلاق إلى باقي محافظات العراق التي ترتبط مع هذه المحافظة، وفعلاً خصصنا لها جهود جبارة وكبيرة، والحمد لله تمت السيطرة.